للحديث إذن مشاهدين عن صراع شركاء العملية السياسية في العراق، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بكم دكتور محمد. إذن لماذا قبيل كل مدة انتخابات تتجه البلاد إلى نوع شديد من الاستقطاب السياسي بما يحدث اليوم وما نراه والذي يظهر بوضوح بين نوري المالكي وقيس الخزعلي الذي يريد أن يظهر نفسه زعيما للإطار التنسيقي؟ ماذا يعني هذا الصراع؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، وفي عيد الأضحى المبارك أزف أجمل التهاني للعراقيين وللأمتين العربية والإسلامية، متمنيا لهم أن يعم السلم بدون حروب وبدون دكتاتوريات واحتلالات. آمين. طبعا الواضح أنه قبل الانتخابات يكون هناك استقطاب سياسي لكسب أصوات كل من الجهات المتواجدة في هذا التحالف القائم حاليا. هؤلاء يريدون استقطاب المغفلين والمأجورين من أجل الفوز في الانتخابات بهذه المحافظات بمجالسها أولا، والتهيئة إلى انتخابات مجلس النواب لاحقا. والغرض من هذا الاستقطاب واضح وجلي، أنه الفوز في المال والمزيد من سرقة أموال الشعب العراقي من نفطه. والخلاف الآن يظهر على السطح بين المالكي وقيس الخزعلي، الذي هو يريد حاليا أن يكون هو الأول في هذا التحالف من أجل إسقاط نوري المالكي في هذه الدورة. والمالكي دخل في حوار مع أقطاب الجهة المعينة في حزب الدعوة من أجل الظهور في قوائم واحدة غير مشتركة مع هذه القوى، ولذلك الخلاف ظهر على السطح. هل يمكن يعني التنبؤ دكتور محمد بمن سيحسم النتيجة لمصلحة المالكي أم الخزعلي؟ وهل ستسمح إيران بحدوث هذا الانشقاق في الإطار التنسيقي؟ إيران تتدخل بالشأن العراقي جملة وتفصيلا، وهذا واضح. نعم. والخلاف بين المالكي والخزعلي ظهر حاليا، حيث قرأت تغريدة للخزعلي حول رأيه في قانون مطروح أمام مجلس النواب من أجل التصويت عليه، وهذا القانون يدعو إلى خروج عدد غير قليل من السجناء الموجودين في سجون العراق بتهم ملفقة من ما يسمى بالمخبر السري. وهذه التغريدة ظهرت وهو يقول أنهم يجب أن لا يخرجوا من السجن، وأنهم هم من الدواعش إلى غير ذلك، وهم متهمين، وعلى مجلس النواب أن لا يقر هذا القانون لمصلحة هؤلاء. ومعروف أنه هذا الصراع القائم بين المالكي والخزعلي أن هناك حوارات تظهر الآن في الشارع العراقي تقول بأن للمالكي ملفات سوف يظهرها الخزعلي، وخاصة في مجال عملية شهداء سبايكر، وهو المسؤول الأول عما حدث في دخول الدواعش إلى المحافظات الشمالية. نعم. وانسحاب القوات المسلحة بقرار منهم. نعم. ولذلك أن هناك أطراف أخرى مثلا من هادي العامري وآخرين يريدون التوسط من أجل لملمة الأمور. وباعتقادي أن الأمور لم تلملم على هذا المجال، وإنما الخزعلي هو يريد ذلك. وأعتقد أن إيران ستكون مع الطرف الأقوى
وتعمل لمصلحتها الشخصية من أجل إيجاد أي من الأطراف الذي يقوم بتنفيذ كل المطالب المطروحة بما فيها حالياً أن هناك طلب، وهذا الطلب غير مشروع أصلاً في القوانين الدولية. نعم. يريدون من العراق، إيرانيين يريدون من العراق أن يجهز وزارة الداخلية الإيرانية بجوازات السفر لحصول الإيرانيين على سمة الدخول بهذه الجوازات إلى العراق في أيام الأربعينية الحسين. نعم. هذه غير مشروع، هذا تدخل فرض في السياسة العراقية وفي السيادة العراقية. طيب دكتور محمد، يعني المواطن العراقي يتساءل، هل يحتاج العراق بالفعل إلى هذه التحالفات القائمة على أساس طائفي؟ يعني لماذا لا يحظى المستقلون بفرصة في الانتخابات في العراق؟ المستقلون عرفوا جيدا أن هناك بعد ما جرى في القانون الجديد للانتخابات أنهم لم يفوزوا، وهذا القانون هو مفصل على هذه الأحزاب والقوى الطائفية الموجودة، والمعروف في انسحاب مقتدى الصدر في 73 نائبا من النواب الذين حصلوا على ثقة الناس فيهم من الذين حضروا الانتخابات وهم نسبة جدا قليلة 18% كما معروف ومعلوم لدى الناس، انهم الآن في حيرة ولا يريدون أن يشاركوا، لأن انتفاضة تشرين هي الانتفاضة التي أعلنت بأنه هذه المجالس المحلية لم تؤدي إلى أي نتائج مثمرة لمصلحة الشعب العراقي، وإنما لمصالحهم الشخصية ولمصالح أحزابهم وميليشياتهم. طيب دكتور محمد، عذرا المقاطعة على ذكر عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية لخوض الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظة في هذا التوقيت، كيف تنظر إليها؟ أين الوعود التي قطعها التيار باعتزال العمل السياسي في ظل عملية سياسية سماها فاسدة ووصفها بأنه يمتلك أدلة تثبت فساد هذه العملية؟ أنا باعتقادي لحد الآن التيار الصدري لم يعلن مدى استعداده وحوضه لمعركة الانتخابات التي تجري على ساحة المحافظات، وإنما المعروف عنهم أنه هو أعلن بأنه لم يقوم بأي فعل أو تضامن أو انتخابات مع الناس الفاسدين الموجودين على رأس السلطة. هذا ما أعلنه، ولو أن المعروف عنه ممكن أن يتردد ويخوض هذه المعركة الانتخابية، وهذا وارد طبعا. نعم. في السياسة ممكن كل الأمور تجري بالشكل الذي يعني لا يريده الآخرين. نعم. خاصة وأن هذا النظام هو نظام غير شرعي وغير يقدم أي خدمات لمصلحة الشعب العراقي، وإنما لمصلحة من هم في السلطة. نعم دكتور، ومن جاءوا مع المحتلين. إذن الباحث والكاتب السياسي من لندن دكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.